السلام عليكم. تنبؤات جديدة في مسلسل عائلة سيمسون عن المغرب. في إحدى حلقات المسلسل الكرتوني الشهير عائلة سيمسون، نرى هومر يدخل لمعرض للسيارات برفقة أصدقائه، ولكن نشاهد في مشهد غريب خروج بعض المغاربة وهم يركبون سيارة لاراكي الشهيرة ويبدو عليهم الحزن. وأيضا نرى رسم السيارة وكأنها مجرد لعبة للأطفال، وهي محاولة من كاتب المسلسل للتقليل من قيمة السيارة التي أبهرت العالم والتي تعتبر فخر الصناعة المغربية، وهو دليل على محاربتهم لأي دولة عربية أو مسلمة تقوم بأي إنجاز في مجال الصناعة والتكنولوجيا ومنافستها لدول الغرب أي الدول المصنعة، حيث يريدون فقط أن تكون دولنا العربية والإسلامية مجرد دول استهلاكية ليس أكثر، نشتري ما يقومون هم فقط بصنعه. وفي حلقة أخرى تخبر زوجة هومر أولادها أنهم إذا أكلوا الكثير من الطعام سوف تصيبهم الكوابيس، وبعد ذهاب ليزا للنوم تحلم أنها سافرت للمغرب، وهو ربط كاتب المسلسل بين الكوابيس والمغرب. وهو ما يدل على كرههم للمغرب، حيث وصفوا الذهاب لهناك بالكوابيس مع أن المغرب يعتبر من أجمل بلاد العالم. وعند تجول العائلة بأحد الأسواق الشعبية نرى أن هومر يغضب ويقول ما هذا السوق الأشبه الزريبة، حيث يصورون الناس والبائعين وهم غاضبون بدون سبب واضح، حتى أنه لا نرى أي شخص يبتسم فقط، وذلك لإظهار المسلمين على أنهم شعب يكره بعضه ولا يبتسمون أبدا. وهذا إشارة لمخطط الغرب بنشر وزرع الفتنة بين الشعب المغربي لمعرفتهم أنهم من الشعوب القليلة الذي بقي موحدا ولا يوجد أي خلافات بينهم، فيحاولون بشتى الطرق تفريقه. ثم نرى في مشهد آخر رؤية العائلة لشخص واقف وفجأة ينقلب على قدميه ويمشي على رأسه، وهي إشارة لمحاولتهم قلب الأوضاع في المغرب، وهي أيضا إشارة للسياسة الأمريكية مع المغرب قديما وحتى الآن، حيث نرى مثلا أن الإدارة الأمريكية تارة يعترفون بالصحراء المغربية وتارة أخرى يلمحون بتراجعهم عن الاعتراف بذلك. ثم نرى في مشهد آخر يذهب هومر إلى أحد الباعة ويرى شيء غريب، فيخبره البائع أن هذه يد قرد اسمه علال بن عبد الله. وبعد بحثنا عن سبب اختيار هذا الاسم رأينا أنه يعود للمناضل علال بن عبد الله الذي استشهد في عام 1953، وسبب تسميتهم للقرد بهذا الاسم هذه إشارة على كرههم له، فهو من أحد الأسباب في انطلاق ثورة الملك والشعب التي أعادت استقلال المغرب وطردت الاحتلال الفرنسي من أراضيها. ثم يقول البائع أنه كان رئيسا للجزائر وبسبب هذه اليد أصبح بائعا متجولا، يقصد هنا وجود الاحتلال الفرنسي في ذلك الوقت في المغرب والجزائر، وأنه كان المندوب الفرنسي في الجزائر آنذاك، ويقصد هنا تلميحه أن مثل هؤلاء المناضلين هم أكبر خطر عليهم. فليس من المعقول أن يقوم المسلسل أو كاتب المسلسل بذكر شخصية علال بن عبد الله بمحض الصدفة أو بدون سبب يذكر، وقد سميت العديد من المدارس باسم علال بن عبد الله تكريما له. وأيضا في عام 2021 دخلت في الخدمة فرقاطة علال بن عبد الله،
في أسطول القوات البحرية الملكية المغربية. وفي حلقة أخرى أيضا من المسلسل نرى مدير هومر وهو يتجول في إحدى أسواق المغرب ويقول أنه يريد شراء بعضا من المواد المخدرة، فيقوم مساعده بسؤال أحد البائعين عن مكانها. فيخبره البائع أن كل شيء هنا مصنوع من المواد المخدرة، حتى الطعام والفواكه وأيضا الحيوانات، وأن المواد المخدرة موجودة بكثرة في جميع الأماكن. وعندما يريد عطائه النقود يطلب منه نقودا أمريكية فقط، ويقول أن نقودهم مصنوعة أيضا من المواد المخدرة، في إشارة واضحة على مخطط الغرب في انتشار استخدام الدولار الأمريكي بسبب فقدان العملة المحلية لقيمتها الشرائية. ونرى في مشهد آخر وعند صعود هومر للطائرة يقوم أحد الجنود المغربيين بالقبض عليه بتهرم تهريب الآثار لخارج البلاد، وهو إشارة على مخطط الغرب أيضا للسرقة وتهريب القطع الأثرية من المغرب ومحاولته القضاء على التراث المغربي وتغيير العادات والتقاليد المغربية. ثم بعد أن يقبض عليه الشرطي يطلب من هومر مبلغا من المال لسماحه بتهريب هذه الآثار، وهو دولاران أمريكيان. ويقصد هنا الكاتب انتشار الرشوة في البلاد مع الهبوط الكبير في العملة المحلية، حيث أن دولاران أصبح يعتبر مبلغا ضخما. وطبعا الغريب هو ذكر اسم المغرب في ثلاث حلقات من مسلسل سيمبسون، وفي كل مرة يحاولون نشر شائعات عنه، وذلك لمعرفتهم بمدى قوة هذا البلد ووحدة شعبه وتمسكه بعاداته وتقاليده وتمسك الشعب بالعادات والتقاليد المغربية.